طيب ننتقل بعد كده لتطور إيجابي آخر، الشروق الصفحة الأولى، بديلا لقانون العزل اللواء عطية، المجلس العسكري يصدر قانون إفساد الحياة السياسية خلال أيام. طبعا المقصود بعطيه هو المستشار محمد عطيه وزير التنميه المحليه. المستشار وقال انه هذا القانون اللي المفروض انه قدمته اللجنه التشريعيه لمجلس الوزراء قدم قبل ذلك وحصل فيه تعديلات، الان احنا يعني موضوعين على اول عتبه في ان يتم او اول خطوه انه يتم صدور هذا القانون في خلال ايام. الحقيقه انا شخصيا من اشد المتشوقين لهذا القانون. انا لسه لغايه دلوقتي بشوف يا فادي اسماء بقول ازاي هي لسه موجوده، يعني وهذا ليس يعني نقول ايه تقليلا من شانهم ولا طعنا في شخصيتهم، هو جزء كبير من اللي بتقدمين لمجلس الشعب من 1600 من الحزب الوطني. بس انا شخصيا مثلا احنا لسه كنا قاعدين دلوقتي وبنتكلم بقول لسه الحج ولا الاستاذ ولا السيد حسن صقر موجود لغايه دلوقتي ليه مثلا؟ لسه بسمع اسم زي مكرم محمد احمد نقيبا للصحفيين لغايه دلوقتي ازاي؟ محافظ اسوان بما اثاره من مشاكل، يعني كيف يعني كيف تظل هذه الناس؟ هل احنا برضو مستنيين فكره ان الامور هتهدى والناس هتنسى؟ احنا شعب تقريبا عندنا ذاكره السمك، احنا بننسى بسرعه شديده هؤلاء الاشخاص ماذا فعلوا في السنوات الماضيه، ووجودهم في حد ذاته هو ليس يعني لن يضيف، ولكن وجودهم قد يؤثر تاثير سلبي على فعلا الحركه اللي احنا عايزينها لمصر في خلال الايام القليله القادمه او الشهور القليله القادمه. نتمنى. الشروق الصفحه 14، على خلفية مظاهرات وول ستريت مصريون وأجانب يشاركون في مسيرة الثورة العالمية بكورنيش إنيل. طبعا نحب نقول لكم أن في 82 مدينة من في جميع أنحاء العالم خرج المتظاهرين بالأمس رافضين وحش الرأسمالية الذي ينشب مخالبه في أجساد الفقراء وإحنا على رأسهم. طبعا الحقيقة إلى جانب هذه المظاهرات أيضا كان في وقفة حداد، يمكن ده الخبر ده مش موجود، وقفة حداد على أرواح شهداء ماسبيرو على كوبري قصر النيل. والحقيقة ما أفزعني يا فادي مش قلة العدد، يعني العدد كان قليل، كنا واقفين واخدين، أنا كنت واقفة معاهم، كنا واقفين واخدين رصيف واحد بس اللي هو المتجه إلى الأوبرا. الحقيقة اللي أذهلني المتطوعين بالسباب يعني بالشتيمة من شبابيك عربياتهم، رغم أن الوقفة لم أثر على مرور ولا فيه هتافات، ناس واقفه بورق ابيض حداد لابسين اسود، يعني زي ما انا لابسه كده النهارده، لو احنا لابسين او احنا لابسين اسود كلنا طبعا، يعني حدنا على الشهداء. الحقيقه ما ازعجني هو رد فعل الناس في الشارع، في شتيمه، الناس واقفه بتشتمك لمجرد ان انت واقف بتقول انا متضامن او في حداد. يا جماعه احنا المجتمع عندنا عنده مشكله حقيقيه، مشكله قبول الاخر، انت لا تقبل الاخر حتى لو لم يفعل اي شيء. وقفة سلمية صامتة مجرد أولاد رافعينها، عدد قليل ما مثلش، انت واقف على اللي هو الحجر بتاع الرصيف يعني ما وقفتش اي حاجه. المظاهره دي اتحركت، الثانيه اتحركت من مركز التجاره العالمي على الكورنيش، عدت بدار القضاء العالي، نادت باستقلال القضاء، عدت على عبد المنعم رياض، طلبت بسقوط حكم العسكر، في الاخر وقفت حداد في طلعت حرب. الحقيقه العالم كله بيشتعل بتداعيات كبيرة، نكو إحنا مجرد حجر في ضمن بناء كبير. طيب. مش عارفين العالم اللي هيتشكل خلال 10 سنين الجاية هيبقى شكله إيه، بس بالتأكيد هيكون مختلف. هيكون مختلف تماما. تأكيد. ده أكيد. طيب عشان إحنا وقتنا تقريبا خلص، اختاري بقى خبر من الثلاثة اللي باقيين عشان نلحق نبص عليه ون الكاريكاتير النظر. والله بس أنا احترمت يعني بغض النظر عن أهمية أخبار اللي تتعلق بنقابات الإخوان والمحامين ونقابة الأطباء وفوز المدعوم بأصوات الإخوان المسلمين، احترمت جدا اعتراف الدكتور عمرو حلمي وزير الصحة بيقول إن الحكومة كانت مسؤولة عن وصول المصريين إلى احتلال المرتبة الأولى عالميا، لا في الجامعات ولا مش عارفه ايه، في فيروس سي عندنا 10% يعني من كل 10 اشخاص عندنا واحد مصاب بفيروس سي. احنا متفوقين في الخيبه برضو، يعني دكتور عمرو حلمي بيعترف ان الحكومه طبعا النظام السابق بشكل كبير اللي استمر 30 سنه كان مسؤول، ووزاره يعني مسؤولين الصحه كانوا مسؤولين بعدم العنايه بطريقه الحقن، انت بتنقذهم من البلهارسيا فحقنتهم بحقن غير يعني سليمه او غير امنه، النتيجه كان بقى عندك 10%. يجب فتح الملف ملفات صحه المصريين لانه بجد يعني صحه المصريين اتدمرت. انا شخصيا يعني باعلن احترامي للدكتور عمرو حلمي لاعترافه بهذا، ودي حقيقه لابد ان اعترف بيها ونعتذر ل 10% من الشعب المصري. لا ويجب بقى ان يتم تحويل الى ده الى جهات القضائيه للتحقيق في مين المسؤول عن ده. ما تتسابش كده، ما بتحمل الحاجات دي ما تعديش، ما ينفعش يعني صحه المصريين ما تتدمرش في 10 سنين بالشكل الفظيع ده ويبقى اكل مزارطه و و و و ونيجي نسيبهم، لا ما ينفعش. وبعدين بعد كده تسمع حد يقول لك والله كانت ايام مبارك كويسه، انا عايزه حد يقول لي كانت كويسه في ايه؟
بص احنا بنعاني من اثار نظام مبارك لغايه دلوقتي سياسه المسكنات. احنا بنحاول نتخلص من سياسه المسكنات ونشوف حلول جذريه. انا بص انا حتى برضو هوصل معاهم ان انا مش عايزه اسميها في نظام فاسد حكمنا لعقود مش هقول كام سنه, بس الحقيقه احنا بنعاني منه لغايه دلوقتي. طيب نوري بس الكاريكاتير اللي احنا اوفر باختصار. لا خلاص يعني هو الكاريكاتير بيقول باختصار امتى هنعرف مين المسؤول عن حاجات كتير. ده الكاريكاتير اللي كاتبه عمرو اللي عامله عمرو سليم. عمرو سليم في جريده الشروق الصفحه الاخيره. بما اننا مش عارفين مين اللي سرق الدبابه ومين اللي قتل المتظاهرين ومين اللي شتم المتظاهرين في جامع عمر مكرم في فضل العصام في اول رمضان, وبما اننا مش عارفين مين اللي قتل 800 شهيد وجرح 10000 مصاب وسجن 12000 بمحاكمات عسكريه, بما اننا مش عارفين كل ده فاعتقد احنا هنظل في هذه الدوامه ما لم نعرف. مطلوب توضيحات ومطلوب نقول على الاقل مين هي الايادي الخفيه والايادي الخبيثه اللي بيتقال عنها في التصريحات الرسميه, ولغايه دلوقتي احنا مش عارفين. ارجوكوا فهموا الشعب المصري ايه اللي بيحصل, اشركونا معاكم ارجوكوا عشان نحاول نساعد ونحاول نامن بلدنا كلنا. وانا بضم صوتي لصوت فايد وفادي وارجوكم احنا عايزين نعرف ارجوكم. استاذه امل اويده الصحفيه بجريده الاهرام صباح الخير ونورتينا ونشوفك في ظروف يا رب تكون احسن ان شاء الله ونهارك سعيد ان شاء الله. نهارك زي الفل. مشاهدينا أقام مجموعة من الشباب مبادرة بعنوان تحدي عبور مصر بهدف تنشيط السياحة. حضر المبادرة محافظ القاهرة دكتور عبد القوي خليفة. هنشوف تقرير عن الموضوع ده ونرجع لتاني فقراتنا في نهارك سعيد بعد الفاصل. انتظرونا.